أنا دكتور ميس شابتيني، أخصائي جهاز هضمي وكبد بمستشفى كليمانسو. من بعد ما تخرجت من كلية الطب بالجامعة اليسوعية انتقلت لأمريكا وحزت على البورد الأمريكي بالإنترنال ميديسن وغاسترو انترولوجي. بقيت بأمريكا لمدة 10 سنين، خلالها اشتغلت بعدة أماكن، آخرها كان بجامعة ييل حيث كنت أسيستنت بروفيسور أوف ميديسن. خلال عملي بأمريكا كان عندي اهتمام بالوقاية من سرطان القولون وشاركت بدراسات عدة بهالمجال. بال 2018 رجعت على لبنان وانضميت لفريق الجهاز الهضمي بمستشفى كليمانسو كفول تايم فيزيشن. كاختصاصي جهاز هضمي أنا على تواصل دائم مع ناس وأشخاص عندهم عوارض جهاز هضمي، وبستعين بأحدث التقنيات من تنظير للقولون وللمعدة جاستروسكوبي وكولونوسكوبي لعلاج وتشخيص هالأمراض لتحسين وضع المريض، يلي هو الهدف الأساسي والأهم لمهنتي كطبيب.